السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترامبل كونكت منصة قوية جدا لإدارة المشروع، وشوفنا مع بعض ازاي ان احنا نقدر من الاكسبلور نقدر نضيف فولدر او نعمل كريت 3 دي موديل او كريت ماب او ابلود فايل. طيب لو احنا دخلنا على كريت 3 دي موديل، فبيفتح لي السكتش اب اللي هو تابع لترامبل، ومن غير ما تعمل تسطيب لأي حاجة بتلاقي الأدوات موجودة وتقدر ترسم زي ما انت عايز. يعني ممكن ترسم مثلا اهو، وبعد كده ممكن تقول له أنا عايز أعمل مثلا مبقاش أقول اهوت بالشكل دوت. ممكن تاخد جزء من الأجزاء، وممكن تقول له أنا عايز أقسم بحيث ان انت تعمل انبساط لجزء معين، والبكرة في النص تخليك تقدر تلف. وهتيجي هنا هتلاقي بقى مجموعة حلوة او من الادوات، بيقول لي المعلومات عن اي جزء هتعمل له سيلكت، دوست شيفت على اساس اعمل سيلكت على الشكل نفسه اهوت. ممكن تقول له انا عايز اوتلاينر، بيقول لازم تعمل ابديت، وهنا دي دروس لكل امر انت هتستخدمه. كل ما تستخدم تمسك امر هيبدأ يقولك الامر ده بتاع ايه وهكذا. 3D ده المتجر اللي هو 3D Warehouse، ده تقدر تحمل منه حاجات كتير جدا. تمام، ممكن تحمل مثلا شكل زي دوت. تعمل له امبورت بكل الصفات وكل الخصائص بتاعته، بيت كامل بكل الخصائص. ده هنا بقى الستايل لو انت عايز تدي بقى الوان معينه للشغل بتاعك. بالشكل دوت هنا بقى تدي مثلا عايز اشوفه من الناحيه دي او من الناحيه دي وهكذا اللقطات. وانا بقى بديك بعض الادوات لو انت عايز تعمل مثلا كان في ضباب موجود مثلا الشادو، تفعل الشادو. بعد ما تخلص تقول له سيف، فيبدأ يسيف الملف دوت في قلب المشروع بتاعك. بيقول لك اختار المشروع اللي انت عايز تسيف فيه، اختار الفولدر ونديله اسم كده. انت سيفت الشغل اللي انت عملته جوه السكتش اب في قلب المشروع بتاعك بكل سهوله. مجرد تدوس عليه يبدا يفتح لك الملف اللي انت تشتغل عليه.